اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابعنا واللي انضمت لمتابعتنا الان لتكمله صباح الشروق. اهلا بكم والتحيه لعروس الجبال الدلنج الجميله ولكل الناس اللي موجودين في الدلنج اللي بتابعونا عبر صباح الشروق. واحده من استضافتنا اليوم ومتابعه للفعاليات اللي حاصله عندنا في الخرطوم وتزامنا مع هذا الشهر الكريم او الشهر الجميل لكل الناس اللي بيحبوه، وهي نهايه سنه دائما بتنظم فيها كثير من الفعاليات. لكن بكره الاربعاء حتكون رابطه الجمعيات العربيه الصينيه، غدا الاربعاء تنظم بتعاون مع السفاره الصينيه ندوه عن القمه العربيه. حنتابعه وحنشوف شنو الممكن يحصل في الندوه، شنو الاوراق العمليه الممكن تقدم، شنو الممكن والمطلوب من خلال ضيفي الموجود معي الان السفير الدكتور علي يوسف احمد الامين العام لرابطه جمعيات الصداقه الصينيه. اهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. صباح النور وصباح الشروق، وانا سعيد جدا اكون في ضيافه قناه الشروق في البرنامج الجميل المحضور صباح الشروق. صباح الخير. صباح خير عليك، وانا سعيد اكون معاكم. والحقيقه زي ما انت ذكرتي خلينا نعرف يعني الفكره عن الندوه اللي حتقيم. انا خلينا اديك في الاول فكره عن الرابطه بتاعتنا دي اللي هي رابطه جمعيات الصداقه العربيه الصينيه. اوكي. هي الزراع الشعبي لمنتدى التعاون العربي الصيني. منتدى التعاون العربي الصيني انشئ سنه 2004 بين الجامعه العربيه والدول العربيه والصين. وعنده زراع رسمي حكومي، وزراء وكبار مسؤولين، وزراع شعبي اللي هو جمعيات الصداقه العربيه الصينيه، والرابطه هي الامانه العامه للتعاون العربي الصيني الشعبي ومقرها السودان. نعم. في طبعا قمه عربيه صينيه يوم 9 في الرياض، وهي اول قمه يعني على هذا المستوى العالي بين الدول العربية والصين. طبعا الصين كلنا عارفين أن هي أصبحت دولة هامة جدا في المجتمع العالمي، دولة فيها أكبر عدد من السكان في العالم، 1.4 مليار شخص، وفيها وهي دولة غنية جدا جدا هي تقريبا مع الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين أكبر من أكبر اقتصاديات العالم. هي الدولة الصناعية الكبرى. دولة صناعية كبرى ودولة زراعية كبرى. وإذن العلاقة بين الدولة الصينية والدول العربية وبين الشعب الصيني والشعب الشعوب العربية هو يعني علاقة هامة جدا جدا، فيها مجالات تعاون كبيرة جدا، وهي علاقة قديمة في الحقيقة. صحيح. يعني علاقة بين الصين والمنطقة العربية ترجع إلى أكثر من 2000 سنة، عندما يعني أنشأت الصين طريق الحرير. طريق الحرير ده يعني هو كان طريق يربط بري وبحري، يربط الصين بالدول دول المنطقة، المنطقة العربية أو منطقة الشرق الأوسط وحتى أوروبا. فمنذ ذلك التاريخ يعني ظلت الحركة التجارية والثقافية متواصلة بين الدول العربية والصين، وده امتداد التواصل. نشوف موضوع الندوة اللي حتكون بكرة إن شاء الله. نعم. الموضوع الندوة طبعا هو القمة العربية الصينية والتحديات اللي أمامها وآفاق المستقبل، ده العنوان بتاع الندوة. الندوة فيها أربعة محاور رئيسية. المحور الأول هو يعني حول القمة والظروف التي تنعقد فيها القمة، وطبعا كلنا عارفين أنه الآن العالم يمر بتطورات هامة جدا جدا في على المستوى يعني الاقتصادي والسياسي. الاقتصادي نعم. نتيجة يعني للحرب الروسية الأوكرانية، يعني دي عندنا نتائج مباشرة على الأمن الغذائي وعلى مسائل المربوطة بالطاقة، يعني ده الحاجتين المهمات في التطورات المحيطة بموضوع القمة العربية الصينية. نعم. عملنا برضو محور آخر هو آفاق التعاون الاقتصادي بين الورقة الأولى بيقدمها يعني السفير علي الحفني من جمهورية مصر العربية، هو نائب رئيس جمعية الصداقة العربية الصينية. نعم. الورقة الثانية بيقدمها الأخ الدكتور عادل عبد العزيز، وهي حول التعاون الاقتصادي
الاستراتيجي بين الصين والدول العربية. الورقة الثالثة هي ورقة حول دور الإعلام في تطوير العلاقات العربية الصينية، وده طبعا دور هام جدا. الإعلام عنده دور مهم في صحيح. في حياة الناس يعني، وده من لا يعرف هذا يعني مؤكد انه يعني مصاب بالجهل. ونحن نعتقد انه الاعلام له دور كبير جدا فيها، ولذلك نحن الان يعني موجود الان انت في حضرة الاعلام. نعم. فالورقة الثالثة بقدمها للاخ محمد الشنيدي من تلفزيون السودان، يعمل اعلامي مشهور وعنده صحيح. يعني له تحية اتصالات، له تحية خاصة، عنده عمل اكاديمي في مجال العلاقات السودانية الصينية. نعم. الورقة الأخيرة بتقدمها دكتورة اسمها دكتورة منى، وهي منى عباس، وهي باحثة وأستاذة في جامعة الخرطوم، وأيضا هي عضو في رابطة جامعات الصداقة العربية الصينية. عنوان الورقة طريق الحرير، يعني الطريق والحزام، ودي مبادرة يعني عربية صينية أطلق الرئيس الصيني سنة 2013، الهدف منها ربط الدول المارة بطريق الحرير بحزام اقتصادي قوي جدا من الخدمات ويعني في مجال البنى التحتيه وكذا. نعم. السيد السفير، شنو المتوقع من الاوراق اللي حتقدم بكره النتائج؟ والله نحن متوقعين انه الندوه تطلع ببيان بيان ختامي فيه يعني احنا بالتحديد يعني في الرابطه وفي السودان مهتمين بانه انت عارفه طبعا مؤتمر القمه العربي اللي عقد اخيرا في شرم الشيخ في الجزائر في الجزائر، هو يعني تبنى مبادره الامن الغذائي العربي. وطبعا السودان حيلعب دور كبير جدا في موضوع الامن الغذائي العربي، لانه هو الركيزه الاساسيه في هذا المشروع الهام يعني. نعم. احنا في الاول قبل قلنا انه الحاصل في العالم ده يعني سلط الضوء على مسألة الأمن الغذائي ومسألة الطاقة. فالأمن الغذائي مبادرة هامة جدا جدا، نحن نعمل على أن نعمل لها يعني تكون أن هي واحدة من مخرجات القمة العربية الصينية، أنه يكون مشروع الأمن الغذائي العربي وارتكازه في السودان يكون هو واحد من القرارات الأساسية بتاعت القمة العربية الصينية. ايضا نحن نسعى لان تكون يعني هناك مزيد من الثقه ومزيد من التعاون بين الدول العربيه والصين، وايضا مزيد من الاتصالات والترابط والعلاقات بين الشعوب العربيه والشعب الصيني. صحيح. لانه العلاقات الشعبيه هي علاقات مهمه جدا. الحاجه الاخيره اللي ذكرتها لك قبل انه الاعلام عنده دور كبير جدا لابد ان يلعبه، ونحن يعني نتمنى وحنكون يعني مع ان شاء الله في خندق واحد يعني في اتجاه تحقيق هذه الامنيات ان شاء الله. السيد السفير، بما انه ذكرت انه الصين والدول العربيه والعلاقه المشتركه، الندوه اللي حتقام بكره ان شاء الله ممكن يكون فيها حضور نوعي معين من خلالكم، دعوات معينه، ولا كل انسان ممكن يكون عنده علاقه أو مهووس بالعلاقات الخارجية ما بين الصين والدول العربية ممكن يكون هو حضور ولا؟ والله ما ضروري يكون مهووس يعني. الهوس ما بيخليك إنك تمشي وتبادر. هي دعوة يعني طبعا العمل هو عمل بحثي علمي وعمل أكاديمي، لكن برضو عمل سياسي، وهي الدعوة مفتوحة للجميع. أيوة يعني. دلنا دار شوفين الناس بيحضرونا بيكون عندهم الشغف الكبير في إنهم يعني يشاركوا. بس طبعا لازم يكون في اهتمام بالموضوع بتاع العلاقات العربية الصينية. صحيح. يعني شغف. خلينا نذكر الناس بكرة ومعرفة. الدعوة المكان والزمان. المكان طبعا قاعة الصداقة دي بنتها هدية للسودان وللسودانيين جمهورية الصين الشعبية. أهلا بكم في داركم. أيوة. والموعد الساعة 11 غدا، الساعة 11 صباحا. نعم. وطبعا زي ما قلتي انت في بداية الحديث، العمل ده بتقوم به رابطة جامعات الصداقة العربية الصينية اللي هي مغرة هي تابعة للجامعة العربية، الرابطة دي مغرة الخرطوم وسفارة جمهورية الصين الشعبية في الخرطوم.
شكرا جزيلا السيد السفير. وبما انه ايمانا منك بالدور الكبير اللي بيقوم به الاعلام، نحن عبر قناه الشروق الفضائيه حنكون حضور معكم في جميع المحافل وجميع البرامج المختلفه اللي بتقيموها في السودان. انا شاكر ومقدر، وفعلا انا كل ما اجي في صباح الشروق اطلع بشراكه جديده مع هسه دي شراكه ذكيه جديده يعني اخر مره انا كنت هنا كنت هنا ممثل لاتحاد الخرطوم لكره السله وايضا بشكل مختلف، كل شراكه تكون شكل خرجت مختلف. بشراكه مع كره السله، لا انا اخرج بشراكه خلاص نحن عربيه صينيه مع الشروق العربيه الصينيه. نعم شاكرين ومقدرين لوجودك السيد السفير دكتور علي يوسف احمد الامين العام لرابطه جمعيات الصداقه العربيه الصينيه، شكرا جزيلا ضيفا معنا عبر هذا الصباح. يتواصل معكم عبر صباح الشروق بعد هذا الفاصل القصير، انتظرونا.